السلام عليكم الاصدقاء ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. صراحه جبت لكم هذا الفيديو جديد وبغيت نشكركم عاود بزاف بزاف بزاف. في الحقيقه صراحه الشكر قليله في حقكم، وكنتمنى كنتمنى اي واحد كيتابعني وكيساندني وكيدير ليا الاشتراك ولايك، كنتمنى الله يجازيه ويخلصوا على قد النيه ديالو. والله العظيم ما ننسى لكمش الخير ديالكم والاشتراكات ديالكم، بالفضل ديالكم القناه ديالي تفاعلات. شكرا لكم بزاف 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 الاصدقاء ديالي الاحباء ديالي فين ما كنتو، كنشكركم بزاف بزاف، وكما قلت لكم الشكر قليله في حقكم. في الحقيقه القناه ديالي كنت كنتمنى بشحال هذه انها تفعل، والحمد لله بالمجهودات ديالي وبالمسانده ديالكم القناه ديالي الحمد لله تفعلت. ودابا ان شاء الله غادي نبقى نجيب لكم فيديوهات جداد ونجيب لكم حوايج زوينين. ودابا بغيت نشارك معكم واحد الخريجه الاوزوت، شلاله الاوزوت اللي فيها مناظر رائعه جدا، فيها شي حوايج زعما صراحه زوينين. المغرب ديالنا تبارك الله غزال 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 غزال، فيه شي مناظر هذا غير من شلالات الاوزوت اللي معروفه في ازيلال، في المنطقه ديال ازيلال قريبه لبني ملال. وكنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله يا ربي. وشوفوا يعني واخا يعني هذا الحجر هذا ديال كورونا وهذا الشيء هذا اللي كيبر منه يعني المغرب وهذا والعالم كامل ماشي غير المغرب، الحمد لله الحمد لله راه الحياه كتستمر، يعني الانسان ما خصوش يوقف. انتم واخا زعما شويه السياحه مهرسه ماشي هكا، كتكون اكثر من هكا، كتكون عامره على اكثر من هكايا يعني. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم وتشوفوه، وان شاء الله مازال غنجيب لكم الجديد مازال ان شاء الله. واي حاجه خصاتكم ما عليكم ما تحطوها لي في التعاليق، واي حاجه كانت عندكم فيها شي ملاحظه او لا اي حاجه قولوها لي وانا غادي نشارككم. رانا راه كنجاوب على التعاليق كاملين وكنشوف التعاليق ديالكم كاملين، صراحه ديال الله فرحانه بكم. وكنتمنى اللي يدخل القناه ديالي يشارك فيها وان شاء الله ما يكون على الخير، وغادي نجيب لكم الجديد وغادي يعجبكم لي فيديوهات ديالي ان شاء الله. وشكرا لكم، شكرا شكرا شكرا. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراكات ديالكم الناس جداد واللايك وشكرا. يلا بكم معنا في هذا الفيديو، كنتمنى الاعجاب ديالكم.
الظاهر اللي غادي يديروا بركم عليه ان شاء الله رب العالمين. ايوا راه ضروري هنا اللي خديه هنا فوق في الدار هي. جاوب راه جاوب. Yes, yes.